القانون فوق الجميع عبارة ترددها المحاكم ويكتبها المشرعون وينادي بها القضاة، لا صوت يعلو فوقها بكل الدول والمؤسسات. إلا في أفعال الصهاينة في القانون الدولي هنا ضمير غائب، تقديره مستتر على الولايات المتحدة راعية الإجرام وحامية الدموية. فلا إبادة في غزة ولا هجوم في لبنان ولا خرق للسيادة في البلدان إلا وكان بغطاء مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية. أما من يطالب بالحقوق ويدافع عنها فكل أفعاله تهدد أمن واستقرار المنطقة. عام على العدوان ووحدة الساحات الصامدة بوجه الاحتلال، آلاف الصواريخ والمسيرات من غزة ولبنان ومثلها من إيران، وهجمات مباشرة من صنعاء، وجبهة العراق توفر الدعم والإسناد. كبدت الكيان خسائر استراتيجية ومواقع عسكرية وبنى تحتية بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن، هي كلفة الحرب المعلنة. خسائر ضربت اقتصاد الصهاينة وخلفت أعباء مالية لا يسدها اقتراض ولا تكفيها منح أوروبية. وكل هذا ونحن نتكلم عن جبهة غزة فقط. أما إذا أضفنا حسابات توسعة الصراع في لبنان والهجمات وردودها من طهران، فهنا سيكسر ظهر الكيان ولن ينهض مهما مرت الأعوام، لا ذكر العام فقط. أهلا بكم. نفتح حلقتنا وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن مرور عام على طوفان الأقصى وسط استمرار لجرائم الكيان وتصاعد الأحداث في لبنان بالتزامن مع الاستعدادات الإيرانية لأي رد من الكيان والمواجهة بالمثل. لنتابع. أكبر هجوم بريا وبحريا وجويا شنته حركة حماس على رأس الكيان الصهيوني في عدة مستوطنات بغزة. طوفان الأقصى عام كامل تكبد جيش الاحتلال خسائر مادية وبشرية كبيرة، وخلال هذه الفترة العدو الغاشم لم يتوقف من ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين ردا على خسارته المستمرة. مر عام على طوفان الأقصى ولا زال الكيان الصهيوني الأمريكي بزيادة الضربات والتدمير الإنسان والبنى التحتية والكثير من الأذى للفلسطين، بل زاده أذى الذهاب إلى جنوب لبنان وإلى لبنان الشقيق الحبيب، وزيادة المزيد من الأذى والضربات والهذا والأبرياء من الشهداء. لكن لا زالت المقاومة لم تثنيها، هذه الأخوة المقاومة الأبطال لم تثني هذه الضربات ولم تثنيها كثرة الشهداء، وبالتالي يزدادون قوة وصلابة وشراسة أكثر. عام كامل مر على عملية الأقصى، الأبطال فلسطين اللي فاجأوا بها الكيان الصهيوني بكل تكتيكه والتكنولوجيا، ودول أمريكا وبعض الدول الأوروبية معه، وتفاجأ بأبطال سيرا على الاقدام يحتلون كل المستوطنات مالته وكل جيوشه واسلحتهم يهربون كالفئران. مع ارتفاع وتيره الاحداث في لبنان صعد الكيان الصهيوني لهجه التهديد بمهاجمه ايران وضرب منشاتها النوويه ردا على الهجوم الصاروخي الذي نفذته في العمق الاسرائيلي. بالوقت ذاته الجمهورية الإسلامية تؤكد استعدادها لأي رد، وستكون المقابلة بالمثل.
الجمهورية الإسلامية كذلك بأنه أعطت بأنه أنذرت بأن إذا كان هنالك رد على المصالح الإيرانية في إيران فيكون الرد قاسي وأقسى من هذا الرد. بعد نجاح عملية طوفان الأقصى في كسر جيش الاحتلال الصهيوني، حركة حماس تدعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد إسرائيل لوقف دائرة عدوانها في المنطقة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن مرور عام على عملية طوفان الأقصى وتطورات الأحداث في لبنان والاستعدادات الإيرانية للرد المحتمل من الكيان خلال الساعات المقبلة. راح نتناقش بهذه المحاور مع الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف. حياك الله أستاذ فاضل. حياك الله فرح. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير القانوني الدكتور علي التميمي. حياك الله. الله والنبي بحييك يا أستاذ. الله يسلمك. أيضا أحيي الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور فاضل. أبدأ معك. 19,000 صاروخ ومسيرة أطلقتا من غزة ولبنان، أكثر من 650 صاروخ من إيران، و200 هجوم مباشر من اليمن. ما الخسائر التي لحقت بالعدو الإسرائيلي؟ نعم، بدأ تحية طيبة لك فرح ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيوفك عبر الأثير الدكتور صفوان وكذلك أستاذنا الكبير الدكتور علي التميمي. يعني أولا فرح، قد يعتقد البعض أن الخسائر التي مني بها الكيان هي عبارة عن أكثر أو دون 800 قتيل وبضع مئات من الجرحى. لا، هذا الأمر هو أمر مادي صوري. هؤلاء الذين قتلوا هم ليسوا من الإسرائيليين البيور، بمعنى هم ليسوا إسرائيليين أصلاء. نعم. هؤلاء من شظف من أطراف الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي لأنه دولة الكيان تضحي بالإسرائيليين رقم 2 في الثانية عند أطراف الأراضي المحتلة. طيب. لذلك هو لا يعبأ بهذه الخسائر البشرية ولا يعبأ بما تكون بذلك، لكن يعبأ كثيرا حينما انكسر شوكته وانطفأت جذوته وراح يولول وراح يجر أذياب الخيبة والخسران. إيران مرغت أنف الكيان بهذه الضربة. لماذا؟ لأن الكيان لم يكن يعي ولم يدرك مليا ولم يتخيل ولم يدر بخلده يوما أنه سيضرب، لأنه مؤمن جوانبه، لأنه يعني هناك أشواط قطعها من عمليات التمكن على هذه الدول. طيب. من أنه يعيش بمأمن بجوارها. لذلك هو زرع لكيانه وجودا في قلب الوطن العربي. كنا نقرأ هذه في أبجدياتنا عند تخوم ابتدائياتنا، تتذكرين ذلك بالتأكيد. لكن الخسائر التي يمني بها هي خسائر ألمت به وأطاحت بسمعته وثلمت من كبريائه وأذت من جبروته وحطت من شأنه، وهذه كلها لولا التراكمات ولولا ضربات حزب الله ولولا ضربات الحوثيين أحسن الله عليك ولولا لما كان للكيان الغاصب أن يكون بهذه الغصة وأن يصبح بهذا الشكل الذي لا يحسد عليه. الآن أول الحلفاء له يكاد يكون قد انسحب منه وهو ديفيد ماكرون أول واحد انسحب منه حينما قال لم يوافقه على أن يستمر بحربه ضد لا. غزة، أو أنه في النوايا توجيه ضربة لإيران. ما دفع أو ما دفع الآلة والماكينة الإعلامية للكيان من استهداف ماكرون بشتى أنواع الكاريكاتير والتهكم والسخرية. فضلا عن ذلك ما صرح به نتنياهو حينما قال منتصرون بك وبدونك، وهذه طبعا هذا التصريح هو خارج عن سياق الدبلوماسية وخارج عن الأدب وخارج عن البروتوكولات برمتها، باعتبار أن فرنسا لكن الداعم الأساس اللي هو الولايات المتحدة لا زال قائم وداعم لهذه الحرب. دعيني هنا أخالفك شيء ويقول الرؤى تتباين سيدة فرح. أمريكا ليس حبا بالعرب ولا حبا ولا توقا إلى المسلمين. أمريكا لا ترغب بأي ضربة توجهها إسرائيل لإيران. لماذا؟ ليس حبا بإيران ولا حبا بالمنطقة.
لكن خوفا من أن تتشظى هذه الحرب فتلتهم كل الثوابت والمنجزات التي تعتقد الولايات المتحدة أنها جذرتها في الشرق الأوسط. يعني أمريكا لا تريد حربا مفتوحة قطعا مع إيران؟ لا تريد. تعرفين ليش لا تريد؟ بدليل أن لويد أوستن موجود في الكيان لثني إسرائيل عن ضرب إيران، وكذلك قائد العمليات المركزية الوسطى موجود في تل أبيب لكبح جماح أي ضربة تخطط لها إسرائيل على إيران. فضلا عن ذلك بلينكن قالها بضرس قاطع أننا لسنا براغبين بتوسيع رقعة الصراع. فضلا عن ذلك بايدن أرسل رسالة واضحة وعبر الوسائل المتاحة بأننا لا نرغب بأي حل عسكري، ابحثوا عن بديل آخر عن الضربة. وطبعا من حقه براغماتيا أن يقول هذا الكلام لأنه كاميلا على وجه انتخابات، وترامب يريد أن يتشفى ويتشمت بأي حدث ممكن أن يقلق المشهد، وهذا من شأنه أن يطيح بآمال كاميليا ومن شأنه أن يعرض الأمن القومي الأمريكي إلى مزيد من الفقدان والخسارة. دكتور علي، 3631 مزر ارتكبها الكيان الصهيوني، وين القوانين الدولية؟ وين مجلس الأمن الدولي عن هذه الجرائم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة وضيفيك الكريمين المحترمين والسادة المشاهدين، وشكرا لأنكم فتحتم الملف القانوني، ملف القانوني الدولي المهم جدا طبعا في هذه الجرائم التي ترتكب. هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني سواء كانت في غزة أو في جنوب لبنان هي ليست جرائم ضد الإنسانية فقط، وليست جرائم إبادة جماعية أستاذ فرح، وإنما هي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، وجرائم الحرب هي أعلى مستوى من مستويات الجرائم، لأنه قواعد وقوانين الحرب هي منظمة وفقا لاتفاقيات دولية، أولها أستاذ اتفاقية جنيف، اتفاقيات جنيف الأربعة 1949، واتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية فيينا أيضا 58. طبعا هذه الاتفاقيات هي استمد منها القانون الدولي الإنساني. شنو يعني القانون الدولي الإنساني؟ القانون الدولي الإنساني إنه دائما الممتلكات الخاصة، الأطفال، النساء، المستشفيات، الصحفيين، الأبنية، المدارس، هي بمنأى عن الحروب. يعني هاي الممتلكات الخاصة لا علاقة لها بالحروب التي تقع. هاي أولا. طبعا الكيان الصهيوني خرق هذه القواعد، قواعد الحرب في غزة بشكل فظيع جدا، بحيث قتل الأطفال، قتل النساء، ضرب الوكالات الدولية الأونروا، أيضا المستشفيات، الصحفيين، بشكل يعني لا يمكن اختصاره في كلمات بسيطة، بحيث أنه كريم خان وهو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية جاء ووقف على الأطلال في غزة بنفسه، وهو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الذي يحرك الشكاوى. المحكمة العدل الدولية أستاذ فرح، محكمة العدل الدولية أقيمت أمامها أكثر من دعوة، لأنه استندوا على اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948، تعرفين حضرتك، الذي أقام هذه الدعاوى هو جنوب أفريقيا، وانضمت لها نيكاراغوا، وانضمت لها أيضا فنزويلا وكولومبيا، تركيا أيضا، العراق أيد أيضا. قرارات يا أستاذ فرح، قرارات صدرت من محكمة العدل الدولية اللي هي الذراع القضائي للأمم المتحدة، يعني واجب التطبيق من مجلس الأمن. سؤال حضرتك، المفروض مجلس الأمن من تجي قضية ومحكمة العدل مصدرة قرار شو يسوي؟ يصوت، والتصويت شكلي، لأنه هي محكمة من 15 قاضي من مختلف البلدان العالم. مجلس الأمن صوت، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو، أجهض القرار. طبعا هن 3 قرارات، 2 أجهضا، وأحدهم اللي هو القرار 12 27 27 12 العفو 27 12 2700
2012 هذا القرار 2023 أدان الكيان الصهيوني وطلب منه إيقاف الحرب ضد غزة ثانية واحدة مفضل، وأيضا طلب من عنده فتح الممرات الإنسانية للدخول إلى غزة، لم يلتزم الكيان الصهيوني. يعني القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللي يتكون من 111 مادة ديسة بالأقدام. أنا كنت ألقى اليوم إذا كان من حق الولايات المتحدة أن تعمل فيتو على هذا القانون وتجهضه، ما الفائدة إذن من هذا القانون؟ طبعا اللي ينظم العلاقة بين الدول هو ميثاق الأمم المتحدة. أعطيك ملخص، أعطيك هذا ميثاق الأمم المتحدة شو وقت صدر؟ 1945 أبان الحرب العالمية الثانية. عندهم الجمعية العامة اللي هي أشبه بالبرلمان، وعندهم الذراع التنفيذي اللي هو مجلس الأمن، 15 دولة بضمنها الخمسة دائمة العضوية وعشرة كل سنتين تتغير، ذن الخمسة المقدسات، وعندهم الذراع القضائي محكمة العدل الدولي، عندهم وكالات مختلفة. هذا الميثاق ميثاق الأمم المتحدة فصل يا أستاذ فرح، فصل لمصالح هذه الدول. شنو فائدة جمعية العامة اللي هي من 196 دولة عندما تريد أن تصدر قرار وترفع على مجلس الأمن ويستخدم واحد من الخمسة دول الفيتو وينتهي القرار؟ لهذا أكو دعوات وأكو كتاب لأحد الرؤساء، هو الرئيس أردوغان طبعا، كتاب لطيف اسمه العالم أكبر من خمسة. أتفق تماما، العالم أكبر من خمسة، وإلا دولة مثل فرنسا نفوسها 60 إلى 70 مليون، هل هي توازن اليابان؟ هل هي توازن البرازيل؟ هل هي توازن إيران؟ بالتأكيد لا. هاي القياسات اللي خلوا بيها هاي المنظمة الدولية واللي هي الآن مهانة واللي هي الآن بدون قيمة، جينا أمام منظومة المصالح المشتركة. الناس تحولت، راحت منظومة العشرين، منظومة بريكس، منظومة الثمانية، شنغهاي، بدأت التكتلات دولية تبتعد عن الأمم المتحدة، لأنه ما فائدة هذا الميثاق أكثر من رئيس الأمم المتحدة الآن بدون قيمة؟ أنا برأيي على الفقير بقيمة. راح أضرب لك مثال، العراق عندما اجتاح الكويت 1900 سووا مباشرة وضعوا تحت طائلة الفصل السابع. شنو طائلة الفصل السابع أستاذة؟ عندنا مواد بالميثاق من المادة 39 للمادة 51، أي دولة تنتهك السلم والأمن الدوليين، العراق انتهك السلم، يضعوا تحت الفصل السابع ويشكلون قوات تحالف ويحاربوه ويمحوا من الخارطة. هو حصل من العراق، رجعونا 100 سنة لورا. طبعا هنا المفروض أنه أنت الآن من هذا الكيان الصهيوني خالف المادة 1 و2 و18 من الميثاق ودخل بيروت وحطم غزة، تخليه تحت الفصل السابع يا أخي؟ ليش ما تخلوه تحت طائلة الفصل السابع؟ ليش؟ لا أنا أقول ليش، لأن هو هذا الكيان بالأساس لا حدود، ما يمكن أن نعتبره دولة، يعني تجمع مسخ جيء به بوعد بالفور خلوه هنا بحماية هاي الدول. هاي الحقيقة هذه. لهذا السبب التعامل بمكاييل أستاذة متعددة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة، أتفق مع الدعوات أنه آن الأوان لتغيير هذا الميثاق. أبدا يا أستاذة هذا الميثاق ما عاد ينفع لهذا العصر. دكتور صفوان أجدد الترحيب بحضرتك. قرابة 105 مليارات دولار كلفة الحرب المعلنة، ما هي الخسائر الاقتصادية التي تلقاها الكيان الصهيوني منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى؟ تفضل. طبعا تحية لحضرتك والمشاهدين الأعزاء والضيوف الكرام. هناك خسائر مباشرة وهناك خسائر غير مباشرة. بالتأكيد انحسار رغبة المستثمر العالمي على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، هناك بالتأكيد دول تخسر من هذا الموضوع، خاصة دول الشرق الأوسط، وهناك دول تحاول الاحتفاظ برأس المال العالمي في بلدانها. أعتقد بأن الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني في هذه المرحلة هو يهدف إلى بقاء رأس المال العالمي بالتكاليف الأقل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ أنهم يقومون بدعم صراعات في مناطق مختلفة من العالم بهدف الاحتفاظ برأس المال العالمي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أوروبا بالتأكيد ابتعادها عن سوق الطاقة الروسي كبدها مليارات الدولارات، وكذلك الصين
لا تستطيع تحقيق معدلات النمو الاعتيادية بسبب ابتعاد صادرات الصين عن الاتحاد الأوروبي، فخلق منطقة قلق في منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد تؤدي إلى زيادة أرباح الدول التي تمتلك رأس المال وتقلل من فرص النمو في هذه المنطقة. لاحظنا هناك وجهتين نظر، وجهة النظر الآن الصهيونية التي ترغب بتوسيع دائرة الصراع، وهناك وجهات نظر متعددة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يرغب في تضييق نطاق الصراع وعدم توسعه، لأن نهايات الصراع قد تكون يعني غير منظورة، يعني أمد الصراع، الجهات التي تدخل في هذا الصراع، حجم الخسائر المالية الحالية هي بانحسار الطيران، ارتفاع تكاليف النقل. بالتأكيد هناك جهات تستفيد من مثلا المخاطر التي قد تنشأ نتيجة استهداف قطاع النفط أيضا في هذا الموضوع، وابتعاد ناقلات النفط عن البحر الأحمر. بالتأكيد ملاك السفن 90% من السفن العالمية لنقل النفط هم أمريكان، وكذلك قطاع التأمين مملوك لبريطانيا. فعندما ترتفع المخاطر هناك من يربح وهناك من يخسر. على مستوى الخسائر المستقبلية، هناك شعوب الآن تشاهد مثل هذا الصراع الدموي الذي لا يميز كما ذكروا الأخوان بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. هذا الجيل سيتأثر بهذه المشاهد وستستمر الصراع ويورث إلى الأجيال القادمة. دكتور صفوان، المشكلة مشكلة الكيان والدافع والغاية اقتصادي هي حقول الغاز في لبنان، وهذا ما يسعى له الكيان لاجتياح لبنان. شنو الغاية؟ الغاية السياسية من وجهة نظرك لو اقتصادية بامتياز؟ لا، أول حقيقة أنا أفسر الموضوع على أنه صراع مالي للسيطرة على مقدرات الشعوب. أنت بالتأكيد الكل يعلم عندما تكون دولة قوية وتمتلك موارد مستقلة تستطيع أن تتفاوض بأريحية، لكن عندما يتم تجريدها من عناصر القوة بالتأكيد هي ستفرط بقسم من مواردها. طريق الغاز على مستوى يعني المعلن أن طريق الهند يمر بالمملكة العربية السعودية وصولا إلى فلسطين ومن ثم إلى الدول جنوب أوروبا. هذا الطريق هو منافس لطريق التنمية الذي أعلن العراق عنه، والذي لديه أيضا حلفاء مثل قطر مثل الإمارات. حاليا هذا الصراع بالتأكيد لن ينتهي ضمن أشهر، سيستمر إلى سنوات، وامتداد هذا الصراع سيؤثر على خطط الانتقال، وسينعكس بالسلب على دولة مثل الصين ترغب بزيادة قدرتها على التصدير للاتحاد الأوروبي وكذلك دول الاتحاد الأوروبي. لذلك أعتقد بأن دول الاتحاد الأوروبي حاليا تعيد تفكيرها تجاه عداءها مع روسيا أو تجاه عداءها مع دول الشرق الأوسط من خلال دعم الكيان الصهيوني في هذه المرحلة. المصالح الاقتصادية هي التي ستقود التحالفات. طيب، هنا يؤسس لي سؤال، أيهما أكثر تضررا من البلدان في حال اتساع رقعة الحرب؟ يعني بالتأكيد الحقيقة نأمل أن يتم تطويق حجم الصراع، لكن على الورق إيران أعلنت بشكل واضح بأنها سترد بالمثل، بمعنى أنها إذا تعرضت إلى الاستهداف في قطاع النفط بالتأكيد هي سترد أيضا في نفس القطاع على الدول الصديقة أو التي تدعم الكيان في هذه المرحلة. لكن ما يؤخر مثل هذا القرار حاليا استهداف قطاع النفط أن روسيا الآن تنتج النفط، وبمجرد ارتفاع أسعار النفط سيكون هناك خسائر للصين وخسائر للاتحاد الأوروبي ومكاسب لروسيا والدول المنتجة للنفط. فعندما نحسب على الورق بالتأكيد هذه الشعوب التي لا تمتلك مقدرات غير النفط ستكون متضررة من نشوب ومن توسع دائرة الصراع. لذلك نحاول إبعاد العراق في هذه المرحلة عن الدخول بشكل مباشر في الصراع. لا بأس أن يكون هناك دعم من قبل العراق إلى الحالات الإنسانية وإلى دعم الحل السلمي، لكن بالتأكيد عملية التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني بالتأكيد لن تكون من صلاحية هذه الدول. الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره. شنو وضع السوق النفطي حاليا أو يعني الطاقة بشكل عام؟ حاليا سعر برميل النفط يعني قبل ما ندخل للاستوديو وصل إلى 81 دولار، بمعنى أن المخاطر ترتفع.
المشكلة في أن استهداف المنشآت النفطية الإيرانية لن تذهب بدون رد من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يمتلك يعني مقومات الرد، سواء في إعاقة النفط من مضيق هرمز أو من البحر الأحمر أو حتى استهداف بعض المنشآت النفطية في مكانات أخرى. هذا الصراع النفطي سيؤدي إلى وصول سعر البرميل إلى $100. ماذا بعد $100؟ حاليا المملكة العربية السعودية وحلفائها في أوبك وروسيا مصممة على بقاء سعر النفط بين $70 و$100، لكن إذا ما ارتفعت عن $100 هذا الصراع قد يتطور بأن يتم الضغط على المملكة في زيادة حجم الضخ، وهذا ينعكس على انفراط التحالف مع روسيا، وسيؤدي بالتأكيد إلى مضار أخرى إلى المستهلكين. يعني حاليا معدل الزيادة عندما يرتفع سعر البرميل $10، وهو ارتفع بمعدل $10 خلال هذه الخمسة أيام، هذه $10 هي عبارة عن $1 مليار يخسرها المستهلك يوميا، وقد نشهد $30 مليار يوميا يتم خسارتها من قبل المستهلك. المستهلك سيؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج وإلى دخول العالم في منطقة الركود وانهيار بعض الدول قبل انهيار إيران أو انهيار دول في الشرق الأوسط. طيب دكتور فاضل، بالعودة إلى الحديث عن إيران، وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر عسكرية بأن القوات الإيرانية أعدت 10 سيناريوهات لمواجهة أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني. من وجهة نظرك بداية، هل الكيان سيستهدف إيران كما يدعي وكما يقول لو لا؟ يعني هناك جهود تبذل بعناية وباهتمام بالغ من قبل الدول الراعية لإسرائيل لتني إسرائيل عن الرد، لكن إسرائيل يعني أمامها سيناريوهات متعددة. هي أجلت الرد لأنها قد تريد أن تجهز ردا فيه نوع من القسوة على المنشآت الحيوية الإيرانية. هذا السيناريو أحد السيناريوهات. أحد السيناريوهات الثانية هي قد تساوم مقابل عدم الرد لإعطاء تسويات أخرى وتنازلات لها. مثل شنو؟ يعني مثل يعني كما حدث من أن هناك عرضة لمصر من قبل الرئيس بايدن من أنها إذا نجحت بجلاء غزة وتسكينهم بمناطق قريبة من الحدود المصرية الفلسطينية سيتم يعني التغاضي عن الديون الداخلية والخارجية عن مصر يعني بتمامها. أو قد يكون هناك سيناريو آخر أن يعني هذا الرد الذي سيكون ردا صوريا لحفظ ماء وجه الكيان من أنها ضربت ولم ترد. مثل شنو الرد الصوري؟ الرد قد يكون يعني إطلاق صواريخ في أماكن هي غير حيوية، وهذا يعني طبعا أيضا من شأنه أن يعني أن لا يجعل الرد قاسيا، فبذلك فضلا عن بأثناء ذلك بخط موازي يعني جهود تبذل مع إيران لثنيها عن الرد طرة أخرى كما حدث بعد استهداف هنية. إيران تأخرت بالرد. لماذا تأخرت؟ لأسباب كثيرة، من بينها أن هناك جهود وهناك مفاوضات عميقة وواسعة مع إيران لعدم الرد، لكن تكرر العنف واستهداف أحد أبرز يعني أذرعة المقاومة في المنطقة وهو سيد نصر الله، هذا عجل من عملية الرد، لأن هذه أصبحت عوضا من أن تكون لواحدة أصبحت لاثنتين. حضرتك ذكرت عدة سيناريوهات، السيناريو الأقرب للدكتور فاضل أبو رغيف إيش تتوقع؟ أنا أعتقد إذا نجحت أمريكا وفرنسا من إقناع الكيان عن ثنيه لتوجيه ضربة، أعتقد الأمور ستبقى بعين القلق الذي هي عليه الآن، لكن التوجس والترقب قد يعني يقل منسوبه. أما إذا حدثت الضربة فقطعا ستدخل المنطقة بقضها وقضيضها في إتون حقبة حرب لاضية شديدة، لأن إيران تريد أن يعني أن ترد رد يتلائم مع حماسها، لكن بالوقت عينه إيران دولة عاقلة ودولة تنظر إلى مصالحها، وإيران اقتصاديا دولة غير مرتاحة. وضعها الداخلي يعني هناك وضع داخلي مقلق بالنسبة للوضع الأمني الداخلي الإيراني، وضع غير مرتاح. فقط يعني إيران
ليس كل الشعب، كل أطياف الشعب مؤيد لإيران. بعدين إيران إذا ضربت هي من تستطيع أن تنبني عن نفسها وترد، لأن إيران دولة ذات سيادة، تقف خلفها روسيا والصين. اللاعب الروسي وين من الاستهداف؟ اللاعب الروسي يعمل بالإنابة. اللاعب الروسي كما حدث في غزة حينما أيد الفلسطينيين من جهة، لكنه كان في السر حتى في الجهر، فلاديمير بوتين كان يعني يحاور ويناقش ويجامل نتنياهو، وكانت هناك جلسات وزيارات متبادلة. لذلك نحن متطرفون حينما نحب، متطرفون حينما نبغض. يعني انظري إلى السخاء العراقي، السخاء العراقي بإفراط. يعني الأخوة اللبنانيين، الأخوة اللبنانيون استقبلهم العراقيون بحفاوة عالية جدا. إيران، أين إيران من استقبال اللبنانيين؟ ما شفنا إيراني، ما شفنا لبناني تم استقباله من قبل إيران. بالوقت اللي لبنان أيام المحنة كان المطار بيروت يشترط $3,000 بجيبك وحجز فندقي مسبق حتى تدخل إلى لبنان. العراق أدخل اللبنانيون على البطاقة حتى اللي ما يحمل جواز. انظري إلى مستوى السماحة والسخاء والكرم والعفو الذي يتمتع به العراقيون. بنك الأهداف الإيراني في حال اعتداء الكيان شنو تتوقع راح يكون؟ طبعا بنك سيهدم، يعني سيهدم إسرائيل وسيجعل إسرائيل عين بعد أثر، لن تبقى إسرائيل. مثل شنو؟ يعني رح تستهدف إيران مثلا؟ أول شيء مقر الموساد، مقر الرئاسة، المقر المحصن، مفاعل ديمونة، قاعدة، يعني هناك قاعدة عندهم عسكرية، وزارات العسكرية. لا مو هذه، إذا استهدفوا دكتور، إذا استهدفوا مقر الموساد والأمن القومي هو الذي يسيطر على الوزارات، يعني هم الهيدلاين راح يضربون الهيد، الأكتف هيد. إذا ضربوه بعد ما يحتاج، إذا ضربت الرأس أفعى قطعت رأسها، ماكو جدوى بعد من الذيب. دكتور علي، حق إيران إذا ما رد الكيان هل هو حق قانوني؟ نعم طبعا، احنا يعني نرجع الميثاق الأمم المتحدة، لأنه لا بديل عنه في التعامل الدولي. المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة طبعا تتيح للدول حق الدفاع الشرعي، وهم في جمهورية إيران الإسلامية مباشرة طبعا يعني خلوا عاجل ان هم استندوا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. شنو هاي المادة استاذة فرح؟ هاي المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة تقول في حالة تعرض اي دولة عضو في الأمم المتحدة الى خطر يهدد وجودها، يهدد سيادتها، كيانها، من حقها ان ترد. ويقول النص يكون هذا الرد محدودا بالقيمة التي تدفع هذا الخطر، ثم تلجأ تلك الدولة إلى مجلس الأمن ليتخذ هو إجراءات. يعني هسه الرد الإيراني على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية كان قانوني؟ طبعا. ليش؟ لأنه أهم شيء في القانون الدولي هو السيادة. يعني من تجين على ميثاق الأمم المتحدة من المادة الأولى للمادة 111 كلها تؤكد على سيادة الدول، سيادة الدول محترمة، لا يجوز تجاوز سيادة الدول. فعندما تنتهك سيادة الدولة ويقتل شخص في الداخل سواء كان ضيف سواء كان مواطن، هو انتهاك للسيادة. في حال رد الكيان الإسرائيلي على إيران أو هاجم إيران، هذا مو رد، يعني هو إيران حرب. ردت، فهسه الكيان راح يهاجم إيران مرة ثانية، إلى أي مدى تعتبر هذه الخطوة قانونية؟ لا طبعا، هو يعني احنا هنا لا نقلب الحقائق، لكن اتحدث بالقانون الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة. اساسا يعني اساسا غزة ضرب غزة واستفزاز غزة وقتلهم هو يعني مبادرة صهيونية من الكيان الصهيوني. ليش؟ لانه ليس إيران هي التي ضربت الكيان الصهيوني، وانما اهل غزة هم اللي دافعوا عن نفسهم، هم اللي خلينا نعوف غزه. هسه خلينا عن عباده الضاحيه، مستشفيات، ابنيه، بنى تحتيه، استاذه، لان هي هاي البدايه اللي يعني طورت الامور. طبعا ايران يعتمدون مبدا
مبدأ في التعامل، إن هم يقولون الآية القرآنية إنما المؤمنون أخوة، عندهم هذا المبدأ، وعندهم الحديث النبوي يطبقوه: من سمع مسلما ينادي وإسلاما ولم يجبه فليس بمسلم، عندهم هاي القاعدة. فهنا يعني مسألة الضرب، ضرب إيران والاعتداء عليها وقتل يعني شخصية مهمة مثل إسماعيل هنية في داخل إيران وهو ضيف، هذا أتاح الرد بالمقدار اللي يدفع الخطر، يدرع الخطر. يعني بالقانون الدولي أكو شيء اسمه الردع، تحقيق الردع في الرد، ولجأوا إلى مجلس الأمن. يعني الكلمة أنا سمعتها ممثل إيران في مجلس الأمن، طالب مجلس الأمن مباشرة، طالب مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لدرء الخطر، لدرء الخطر. طبعا هي الأمور مترابطة، لأنه مجلس الأمن كما ذكرت لحضرتك هو المفروض يعقد جلسة طارئة، يتخذ القرارات ويضع الكيان الصهيوني تحت طائلة الفصل السابع. عندنا مواد راح أذكر لك إياها أستاذة مهمة جدا بالميثاق، المادة 6 والمادة 25 ميثاق الأمم المتحدة، والذي يريد خلي يرجع لها. مادة 6 شو تقول؟ أي عضو بالأمم المتحدة يتمرد لا يقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والميثاق ممكن أن يتم بالتصويت عليه بإخراجه خارج الأمم المتحدة. ما سووها مصر، مستحيل. زين ما هم قرار مجلس الأمن صدر 27/12 بإلزامهم بوقف إطلاق النار بغزة، ما وقفوا إطلاق النار حتى يكون في حديثنا حصة لبيروت. دكتور، ما يحصل في بيروت اليوم، نعم، نزوح، جرائم، إبادة، قصف، تدمير بنى تحتية، قانونيا شلون نقدر نفهم؟ وين القانون الدولي عنها؟ ما هي هاي المشكلة أستاذة. يعني لبنان لجأوا، هم ما لجأوا فقط، يعني أذكر لك بالبداية فلسطين سووا، فلسطين عندهم ممثلهم اسمه رياض المالكي، رياض منصور، لجأوا للمحكمة الجنائية الدولية، لأن إبادة، هاي إبادة جماعية ينطبق عليها المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب نتنياهو وهؤلاء المجرمين الآخرين. صدر أمر قبض عليه كريم خان المدعي الآن، صدر أمر قبض على نتنياهو، لكن هددت المحكمة وهدت قضاتها بالتصفية حتى بالولايات المتحدة الأمريكية، تكترت المحكمة. من يحميها المحكمة؟ يعني بعد لا عندنا قانون، المفروض نعترف. أما أنت تقول لي للبنان، لبنان بالأساس انتهكت سيادتها، دخولها غير صحيح، إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، تهجير، قتل الأطفال، إبادة المنشآت. يعني إسرائيل حتى تغتال شخص واحد، ما مرتكبة حتى من زمن المغول لحد علي، حتى تغتال إسرائيل شخص واحد، تقتل الآلاف، تفجر المباني، يعني هذا شيء خارج حدود العقل. أقول لك فتشي، من الذي دا يدفع الكيان الصهيوني؟ يمكن الأستاذ أفضل منها، من اللي يدفع الكيان؟ الأمريكا. أنا بعيني وبإذني هاي سمعت وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أول ما بدت الإشكاليات ويا غزة والحرب، قال أنا الآن لست أمريكي، أنا يهودي. هذا خروج عن الحياد، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. إحنا اللي من نلتجئ إذا الولايات المتحدة الأمريكية دزوتهم بأسلحة، ألمانيا دزوتهم بأسلحة، الاتحاد الأوروبي ورد لهم أسلحة. شكوى جنوب أفريقيا دولة محايدة، دولة والله عظيمة، راحوا لمحكمة العدل الدولي وأقام دولة، يا دولة عربية راحت، يا دولة عربية، والطريق متاح يا أخي، أنتوا دولة أبناء جلدتكم دا يذبحون دا يقتلون، يعني أنتوا شو تنتظروا؟ ليش ما تروح تقيمون دعوة؟ مصر، سعودية، غيرها من هاي الدول. دكتور قصيش، قد قيمة الدعم الموجه للكيان من قبل الولايات المتحدة، من أوروبا، كقروض، كمنح، كأسلحة، إيش قد تقدرها دكتور لو سمحت؟ يعني حاليا المعلن بعد دخول المنطقة اللبنانية في دائرة الصراع، هناك 10 مليار دولار تم زجها بإدامة مستوى الصراع، لكن هناك خسائر كبيرة جدا لجانب الكيان في هذه المرحلة. حتى لو حصلوا على الدعم، هناك أضرار مباشرة على مستوى الهجرة من الكيان للذين يبحثون عن السلم. دائرة الصراع بالتأكيد كلما تتسع كلما تزداد التكلفة.
لكن مع ذلك نرغب بلغة العقل في هذه المرحلة أن تقود الصراع، لأن عملية يعني استخدام لغة العواطف ولغة الانفعالات بدون إدراك حجم المخاطر، الحرب يمكن أن تكون لها نقطة بداية لكن نقطة نهاية ليست معلومة، فعلينا تطويق حجم الصراع، ولا بأس أن يكون هناك تفكير من قبل الدول في التحارب بالنظام العقوبات، نظام المقاطعة، نظام العقوبات المالية. حاليا هناك يعني ضغط على دكتور قصي، يعني لو سمحت لي، أي لغة عقل بقت بعد اليوم؟ جرائم إبادة جماعية، تدمير بنى تحتية، ترى اليوم ده نتحدث في مراحل خطيرة جدا، وفوق كل هذا أمريكا قاعدة تضغط بعقوبات الاقتصادية على العراق، على إيران، على سوريا ونظام قيصر، على لبنان. يعني الشارع، يعني من العقل بعد؟ الشارع الأمريكي يفترض أن يضغط على السياسة الأمريكية، وكذلك الشارع الأوروبي. يعني إيران تمتلك الحقيقة علاقات دبلوماسية جيدة مع روسيا، مع الصين، مع دول الاتحاد الأوروبي، فعلينا سحب القرار من دعم الكيان الصهيوني إلى لا بأس أن يكون الحياد في هذه المرحلة، لأن الكيان الصهيوني إذا بقى بمفرده بدون دعم، بدون دعم عسكري، بدون دعم مالي، لن يستطيع توسيع دائرة الصراع. فعلينا إظهار حجم هذه الجرائم لدى الرأي العام. لاحظت هي أن هي من ضاغط بدعم الكيان غير الولايات المتحدة، اللي اليوم ديونها صارت 33 تريليون دولار. سؤال لحضرتك، نعم، اليوم من يمتلك أوراق الضغط الاقتصادية في هذه الحرب تحديدا؟ يعني حاليا عندما يرتفع سعر البرميل إلى 81 دولار، بالتأكيد الذي يقوم بعملية استهلاك الوقود داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعلم بأن صراع الشرق الأوسط، هناك رافضين للدخول الولايات المتحدة كطرف في هذا الصراع، وحتى الرؤساء الأمريكان بقيادة البيت الأبيض بالتأكيد هي من خلال مصالح الشركات متعددة الجنسية، فإذا دعمنا المصالح للشركات متعددة الجنسية لصالح التنمية وليس لصالح التدمير، يمكن أن نؤثر على قرار البيت الأبيض. يعني حاليا هناك جهود عالمية على مستوى معظم دول العالم، لا يمكن لهذا الصراع أن يستمر، وعلى جميع هذه المشاكل أن توضع في سلة واحدة وتعطى حقوق للشعب الفلسطيني، زين، وننتهي من هذا الصراع الأبدي. زين دكتور قصي، بصراحة الدولار في العراق بارتفاع، يعني احنا وين ذاهبين اقتصاديا لا قدر الله إذا ما هذه الحرب توسعت، واحنا فلوسنا ترى كلها بالبنك الفدرالي ومعتمدين على تصدير النفط. طبعا بالتأكيد، يعني العراق واقتصاد دولاري بامتياز، والحكومة تعلم بأن إيراداتها دولارية من خلال النفط، فإذا توقفت حركة النفط من خلال مضيق هرمز هناك مشاكل مالية قد لا تطرأ فورا. يعني احتياط البنك المركزي يكفي لإدامة مستوى الانفاق العام بمستوى 360 يوم، يعني لمدة سنة، لكن ماذا بعد السنة؟ بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القدرة على التأثير ماليا على الحركة الاقتصادية في العراق، نمتلك موارد معطلة يمكن تشغيلها. العراقيين إذا ما شعروا بأن هناك ظلم على يعني أكثر من ما هم يشعرون حاليا، بالتأكيد سيتكاتفون في هذه المحن. القرار الحكومي لغاية الآن هو الدعم والإسناد للشعوب، وكذلك الجانب الإعلامي، وكذلك الجانب الدبلوماسي. دكتور قصي، قراءتك للدولار رح يصعد بالأيام المقبلة لولا؟ لا تزال هناك، يعني اليوم السيد السوداني الحقيقة يتابع الموضوع بصفته الشخصية، والبنك المركزي حريص على زيادة قدرة الحوالات الدولية على المرور من خلال المنصة، لكن أنت تعلمين بأن الاقتصاد العراقي مرتبط بالاقتصاد الإيراني بنسبة الثلث، فعندما تتأثر اقتصاد إيراني يتحول لاقتصاد مواجهة حربية، بالتأكيد سينعكس على الداخل العراقي. كذلك الاقتصاد التركي وعدم السماح بالتعامل بالليرة التركية والتحول إلى الحوالات باليورو، بالتأكيد حجم التبادل مع تركيا سيتعرض أيضا إلى التأخر. يعني احنا مقبلين على أزمة اقتصادية لولا؟ وجهة نظرك الاقتصادية أستاذ قصي؟ يعني حاليا بالفترة القصيرة نعم ستكون هناك صعوبات، لكن لا تزال العراق يصدر النفط والإيرادات مستمرة،
والحكومة تعي أن هناك مخاطر في المنطقة، لكن بالتأكيد لن نكون بمنأى عن مثل هذه المخاطر إذا ما توسعت دائرة الصراع. دكتور فاضل، البارحة يمكن سمعت كلمة السيد محمد الشاع السوداني، قال يجب أو البيان اللي صدر عنه ووجهه إلى بايدن وإلى شركاء في الدول الأوروبية، قال أنه العراق ينأى بنفسه عن تصعيد الحرب ويكون جزء من هذه الحرب، هذا البيان الحكومي. لكن من وجهة نظرك العسكرية، هل من الممكن أن يكون العراق بعيدا عن هذه الأحداث؟ يكون بعيدا عن هذه الأحداث من أن يقحم نفسه كمحور وكطرف. العراق غير مهيئ لأن يدخل بأي حرب، لأن العراق، أنا قلتها المرة الثالثة، هو دولة فتية التأسيس. لذلك العراق يملك جيشا دفاعيا، لا جيشا غاشما أو جيشا متغطرسا أو لا تأمنه ولا تأمن بوائقه من باقي الدول كما حدث في زمن صدام حينما غزا الكويت. لذلك نعم، إذا فكرت الفصائل بصورة هادئة قليلا، أولا إيران تستطيع درء المخاطر عن نفسها، ثانيا العراق لا يمكن أن يقحم نفسه كطرف ويجعل من نفسه طرف مباشر ويقوم بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على كيانات أو على دول بعينها. فضلا عن ذلك العراق يحتاج إلى سياسة جر النفس الطويل حتى يتعافى تارة أخرى ويعود إلى اقتصاد سليم. لكن بالفعل فصائل المقاومة أطلقت صواريخ وأوقعت قتلى في جانب الكيان راح يعديها ولا راح يستهدف مواقع نجحت حيوية. نجحت الجهود الرامية لثني الكيان على الرد بواسطة الفاعل الأمريكي، يعني بلينكين كان متواجد على مدى يومين في أراضي الكيان، أوستن تواجد اليوم كامل، بعد العمليات المركزية الوسطى تواجد هناك، وأعتقد أنهم قد حصلوا على ضمانات بعدم الرد على العراق أو عدم قصف العراق. وطبعا هذا ينبغي أن يستثمر، وهذا الاستثمار هو عبارة. أنت وجهة نظرك الشخصية، هل سيجر العراق إلى هذه الحرب؟ في حال سموا مصلحة الكيان ترى يجر العراق إلى هذه الحرب؟ ليس في مصلحة الكيان، لأن تتعدل الجبهات، تتعدل الجبهات. ولكن اقتصادياً إيران ستخسر. هو يريد جبهة واحدة الكيان، ما يريد جبهات، مو من مصلحته تتعدد الجبهات عليه حتى لا تضعفه، لأنه تارة تكون ضربات من عدة دول وتارة بضربة من دولة واحدة. وضحت الفكرة. فنعم. طيب دكتور علي، باختصار وبثلاثين ثانية، هل لازلت تؤمن بالفعل بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد كل هذه الجرائم؟ والله أنا أؤمن بإرادة الشعوب أستاذة، يعني الشعوب هي التي تقرر وليس الحكومات. يعني اليوم التوجه الحاصل في العالم هو ما يسمى بمنظومة المصالح المشتركة اللي ذكرت لك إياها، دي كلها تأثير أكبر من الأمم. مثلا مجموعة الخمسة، مجموعة مهمة، بريكس مجموعة مهمة جدا، يعني العشرين، شنغهاي، هاي المجموعات أنا برأيي الاقتصادية مهمة، لأن الاقتصاد اليوم هو الذي يجر عربة السياسة، وبرأيي الاقتصاد هو أكبر ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل. شكرا جزيلا الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف، شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، شكرا لكم ضيوفي على كل ما تفضلتم به من هذه الإيضاحات. ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول مرور عام على طوفان الأقصى، لنتابع.
الحصاد انتهى لهذا اليوم. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.